سيد الوزير تفاجئنا بالاسماء اللي كتستافد منها هذا الرخص هذا. تفاجئنا لانها اسماء وازنه واشخاص اثرياء. ونحن صنفنا هذه الرخص خدينا كسق عبوديه مهني ضعيف بسيط كيعمل على واحد تري. نحن نستنكر بشده وبكل حسن سيد الوزير. نحن نأسف لأن زمن العبودية قد ولى وإحنا بقينا عبيد عن أرباب هذا الرخص هذا. بقدر ما نزاف على القطاع نكون صريح معكم. إذا بيناتكم خلافات داخلية في النقابات ديالكم صفيوها في النقابات. إذا بغيتوا تتحاوروا مع السيد الوزير أنا مرحبا تتحاور مع السيد الوزير. بغيتوا نخليكم حتى تصفيو هذا الشيء وتلاقى مع الأمة الأخرى ما عنديش حتى مشكل. بغيتوا نتفقوا دابا تسمعوا النقابات بعشرة تسمعوا النقابات بعشرة. لا غير ضروري. الله يرضي عليكم. السيد الوزير في بعض الفضائل انه وانا حرصت على قالوا لي بانه الاجتماع غيكون فيه خلاف بين النقابات وصراع بين النقابات وصراع حتى داخل النقابات. وأن يسمع بطريقة مباشرة أهم